ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. دكتور هلال، بداية مرحبا بكم. صحيفة واشنطن بوست تقول إن انتشار ميليشيا الحشد ببعض المدن خلق رفضا قد يسرع من عودة تنظيم الدولة مرة أخرى. كيف تقرأ المشهد العراقي في ظل صراع الميليشيات المحتدم حاليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين. أعتقد أن قضية عودة الأمريكان ترتبط بمخطط جديد لتدمير ما تبقى من العراق، أما ادعائهم بأن تنظيم الدولة سوف يعود، هذه كلها هي نفس الأسباب التي اتخذوها ذريعة لتدمير مناطق غرب العراق والموصل والمحافظات التي انطلقت منها المقاومة العراقية. أما صراع الميليشيات فهو متوقع لأنه لم تبنى على أساس وطني أو أساس متين، وإنما أنشئت لأساس الاستحواذ والسلطة وهي الآن هي الدولة، بالتالي الصراع على السلطة هو الذي يقود ويدفع هذه الميليشيات لترجع إلى مرجعياتها. فالميليشيات في معظمها تعود إلى إيران تدافع عن الجانب الإيراني، ولكن هناك كثير من النافعين والمنتفعين بينها الذين يرون مصلحتهم الآن قد تنقلب على النظام الإيراني، وبالتالي الاقتتال فيما بينهم متوقع، وهذا ما قلناه منذ أن أنشأت هذه الميليشيات، لأن المشروع الإيراني الأمريكي في العراق ينقسم إلى ثلاث مراحل. قلنا أنهم سينقضون على مناطق السنة ومن ثم الأكراد ومن ثم ينقضون على جنوب العراق، وأعتقد هذا هو الدور الذي كانوا يرسموه منذ وقت طويل. ما الحدود التي من الممكن أن يصل إليها هذا الصراع المحتدم بين الميليشيات والذي خرج إلى الإعلام وقامت هذه الميليشيات باتهام بعضها البعض في العلن وتهديد بعضها البعض؟ أعتقد أن هناك صراعا خفيا بينها منذ الأزل، منذ أن أنشئت وهي شكلت على أساس غير واضح، أنشئت على ضوء الفتوى التي أطلقها السيستاني في ذلك الوقت، هو تعهد قاسم سليماني بما تبقى كما تعلمون، إذا هي تنفذ أجندة إيرانية واضحة في العراق. هناك رفض من الجانب الشعبي للوجود الإيراني في العراق بشكل كبير، ما عدا الأحزاب المنتفعة من إيران والحكومة الطائفية التي تحكم المنطقة الخضراء. الحكومة الطائفية الآن هي في موقف حقيقة غير واضح من الجانب الأمريكي، هي لا تستطيع أن تحرك ساكن لأنها مكبلة بالاتفاقية الأمنية. الأمريكان الآن يسيطرون على معظم مفاصل الحركة العسكرية والمدنية في العراق، يتحركون وفق مبدأ الاحتلال الجديد الذي دعا إليه المالكي لعودة الأمريكان، وهذا هو سر الصراع الآن الدائر. أمريكا تتوعد إيران بحرب قادمة وبقصف أجنحتها في العراق، ولكن أعتقد أنه حتى هذا الأمر وإن تم سوف يتم على أرض العراق، لأن إيران دفعت مبالغ كبيرة لتمويل هذه الميليشيات، دفعت كثير من الأسلحة، كثير من الرجال، جندت كثير من الناس أتباعها في العراق. دكتور هلال، صحيفة الواشنطن بوست دقت ناقوس الخطر محذرة من تنامي نفوذ هذه الميليشيات، رابطة بين ذلك والنفوذ بين ذلك النفوذ وعودة تنظيم الدولة مرة أخرى. إلى أي مدى ترى مقدمات ما وصلت إليه هذه الصحيفة؟ أنا أعتقد أنه هذا سيناريو معد وليس التوقعات. نحن نعرف بأنه من الذي سلح الميليشيات ومن الذي عدها ومن الذي ساهم في حمايتها خلال الفترة الماضية، وهي كالذي يربي خروفا لكي يستفاد منه لفترة ثم يقتله. هذا هو الهدف الأمريكي. الهدف الأمريكي جاءت أمريكا لكي تسيطر على العراق، لكي تدمر العراق، استطاعت أن تدمر المناطق التي قدمت أمريكا، مناطق المقاومة الحقيقية الفعلية التي قاتلت أمريكا وخرجتها صاغرة من أرض العراق بمساعدة هذه الميليشيات التي باشرت في إنشاء نجربونتي كما تذكرون، والآن سوف قد أنجزت مهمتها بالتدمير. الآن جاء الدور للخلاص منها، لأن أمريكا لا تريد هذه الميليشيات لكي تكون ذراع إيران الطائل الذي يخرج عن سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نسمع حقيقة كثير من التهديدات من هذه الميليشيات بأنها ستقاتل الأمريكان، ولكن عندما دخل الأمريكان بغداد
والمناطق الغربية من العراق لم نسمع لهم صوتا، أين بل دور على العكس بدء النزاع فيما بينهم. نعم، أين دور الدولة من هذه الفوضى السياسية والأمنية؟ لا توجد لدينا دولة أخي الكريم، توجد لدينا سلطة احتلال مزدوج، الاحتلال الإيراني الأمريكي المزدوج، وهنا راح تتقاسم الأمور ما بين أتباع إيران وأتباع أمريكا، والسلطة لمن يملك السلاح على الأرض. لا توجد دولة، الدولة بيد الميليشيات، ولهذا لم نسمع حقيقة منذ فترة طويلة المسميات السياسية كوزارة الدفاع والداخلية وغيرها. نلاحظ أن الصراع على أشده بين أتباع إيران لتوجيه هذا الشخص أو ذاك، ناسفين عرض الحائط كل الوعود التي وعد بها الشعب العراقي، لكن الدولة في حالة، في وصف الدولة لا توجد لها سيادة، لا توجد لها احترام بين الدول، لا توجد لها حتى العرف الدبلوماسي، لا يفقهون ماذا يفعلون، فهم عبيد لأسيادهم الذين جلبوهم إلى هذه المناصب لا أكثر ولا أقل. نعم دكتور هلال، مع زيارة وزير الخارجية الإيراني صاحب التأثير على الميليشيات، ومع فتحه ملف صراع الميليشيات وتشكيل الحكومة المعطلة منها، هل هو دلالة ربما على أن إيران بدأت تفقد السيطرة على هذه الميليشيات في العراق؟ أعتقد أن هناك مؤشرات كثيرة على أن إيران بدأت تفقد السيطرة. أولا فقدتها شعبيا في المناطق التي كانت تعتقد أنها تعمل فيها بحرية، وخاصة في جنوب العراق. الآن تريد أن تعيد ترتيب أوراقها أمنيا، ولهذا أصرت على أن تكون الوزارات الأمنية محصورة بين أفرادها الذين تضمن ولائهم 100%، ولهذا استقتلوا على ترشيح هذا الوزير أو ذاك في هذه المناصب. زيارة الوزير الإيراني تأتي في هذا السياق، وتأتي في إرسال رسائل إيرانية للحكومة العراقية، ماذا تريد إيران منهم مقابل التدخل الأمريكي، ماذا سيفعلون، لأنهم هم حقيقة عاجزون عن التخطيط، ولكن هم منفذون جيدون لما يريده أسيادهم. هنا سوف تلعب ورقة من هو الأقوى في الساحة العراقية لكي تتبعه هذه الجهات. ولاحظ أخي أن حتى الذين كانوا يسمون الحشد الشعبي المقدس الآن بدأوا انقلبوا عليه بعد في أقل من ثواني لكي يسموه الحشد الإيراني، وهذه هذا متوقع، لأنه هذه هي صفة المنافق الذي ليس له ولاء إلا لمصلحته. شكرا جزيلا لك دكتور هلال الدليمي الكاتب والباحث السياسي العراقي، كنت معنا من عمان.